رواية عالم صوفي لجوستاين غاردن. صوفيا أمينسن هي فتاة في الرابعة عشر من عمرها، تعيش في النرويج وتعيش مع والدتها. والدها قبطان في ناقلة نفط، وهو متغيب معظم الوقت عن المنزل. تجد رسائل في صندوق بريدها وبطاقات معنونة باسم هيلد. تصبح صوفي طالبة فيلسوف ألبرتو كلوكس الذي يعلمها تاريخ الفلسفة، بدءا من الفلسفة اليونانية ما قبل سقراط إلى الفلسفة الوجودية مع سارتر. تدمج الرواية بين الدروس الفلسفية والأحداث التي تحدث مع صوفي، حيث علاقاتها مع والدها وأصدقائها ومحاولة كشف أسرار مرتبطة بألبرت كناخ الميخور العامل في قوى حفظ السلام لدى الأمم المتحدة في لبنان. إن الفلسفة ليست شيئا يمكن تعلمه، وإنما يمكن تعلم التفكير بطريقة فلسفية. تتحدث الرواية عن تاريخ الفلسفة بداية مع الفلاسفة الطبيعيين مثل طاليس، مرورا بفلاسفة ما بعد الطبيعة مثل سقراط، سوفسطائيين أفلاطون أرسطو، ثم الفلسفة الهينينية، الأسئلة الأخلاقية ومزج الديانات، ثم الكلبينية مع الرواقيين، وحدة الوجود الجبرية، ثم الأبيقورية وفلسفة اللذة، الأفلاطونيين الجدد، الجوانب الروحية في الفكر الأفلاطوني، ومزجها بالأديان. ثم تأتي الحديث عن الديانات الثلاث، خاصة في العصور الوسطى التي دامت 10 سنوات، وظهر أسماء مثل ثوما الأكويني، القديس أوغستين وغيرهم، وصولا إلى عصر النهضة ثم عصر التنوير الذي شهد تمرد على السلطة والعقلانية والعودة للطبيعة ومبادئ حقوق الإنسان، وتنتهي بالفلسفة المعاصرة. إلى اللقاء.